الاخبار في الموسم الخامس من برنامج داري ديكوما نبداو كان مع تونيزي كاروتاج. من اهم اختصاصاتها الهدان، الكاروتاج والسياج. تونيزي كاروتاج من اكبر الشركات التونسيه في المجال هذا، وعندها خبره اكثر من 10 سنين. بدا حسام تونيزي كاروتاج في توسيع الشباك متاع الكلوار اللي باش يولي بورت فنيت. كيما كملت إكيب تونيزي كاروتاج كبرت الشباك متاع بيت النوم والشباك اللي بجنب الصالة باش يولي دي بورت فنيت يضويو الدار ويهويوها. وبالترونسونوز كمل حسام قص الحيط متاع التواليت اللي من شيرة المنشر باش نوسعوا فيها ونعملوا اكستنسيون دال. بعد الهدان لازم تتخدم الانستالاسيون متاع الماء والضوء والغاز في الدار الكل. وليد تزيري بلومبي داري ديكو كالعادة عاود لانستالاسيون متاع الماء من لول وجديد، ومن عند عبيد ماد ركبت ليكيب داري ديكو شاس انكاستخي. احمد الكتريسيان داري ديكو بدا في التكسير باش يعدي فروات الضوء جدد والخيوط الكل حسب البلان اللي خدمو بليل. جات ايكيب بامو الشركة المختصة في البناء، واول ما بداو سكروا باب الكوجينة اللي يحل على المنشر ونقصوا في اللوفرتور متاع الصالة باش وليت اون فالور مع الاسباس، وزادوا سكروا الباب القديم متاع بيت النوم اللي كان يحل على المنشر. وبعد ما ثبتوا مع الارشيتكت بليل كملوا سواو التربيعات متاع البيبان والشبابك اللي في الدار الكل. دربيقوم خلطوا للشانتي متاعنا ومعاهم السلعة اللي نستحقوها. دربيقوم من أول الشركات في المواد العازلة، تأسست عام 76، توفر لتونس وللتصدير ليكول دو باتيمون اي لي زوندوي امبيرميابل. على خاطرنا في داري ديكو مخسورين بالوقت، حضروا إكيب دربيقوم خلطة بالبيسي اي اميليسيون تشيح فيسع فيها افي بلاستيفيون تقوي السيمان وما تخليش يتشقق، ورجعوا بامو كملوا سكروا بلايس الفروات. الماستر إيماكو S 488 برودوي BSF، الباز متاعو بيتون فيبغي وبالطبيعة كيشيح ما يتشققش ويشارجي حتى الأربع سنتي. باش يبدأ بامو في تحضير الخلطة اللي باش نخدمو بها الشاب. الشوانت في داري ديكو يتخدموا في مدة محدودة وقصيرة، وكناف ديما عندها لي سوليوشن باش تربحنا الوقت، خاصة في تركيب الحيوط والفو بلافون. باش نربحوا الوقت لازم نستعملوا HP2 اندوي دو بلاتخ لايقوا بيه الحيط، سهل في الخدمة. السوفي نعملوا بونداليس ومن بعد نعملوا كورنيير غرياجي غالفانيزي، وبالطبيعة لايقوا الحيط بالHP2. هشام حضرت الخلطة؟ ايه حضرت وبدينا نلايقو توا. دوك توا حطيت لي زوز المساطر هذوما؟ حطيت بونداليست هذيك وهذه كورنيير دونغل. هذوما باش يعطيوك نيفو هكا ولا؟ باش يعطوني نيفو ميزان منه ومن بطبيعة نفس الليمون تاع الحيط، ونلايق بالهاش بي دو، ومن بعد نكرب المسطرة يشيح شوية نفرتسه والليسة ديريكت، منها بشة منها ليقة منها ماستيك. قداش تنجم تشارجي؟ شارجي حتى 4 سنتي. فرد ضربة معناتها مش سور دو كوش؟ لا لا، اون كوش واحد ينجم يجي في حتى 4 سنتي. اوكي، ومن بعديك تكر نكر بالمسطر نخليه يجبد شويه ونرجع نفرسه والليسة ديريكت يخرج المسطر. دونك هذا باش يربحنا في برشا، تربحك في برشا حاجات. هو الحيط هذا لو كان حتى يجور احمر يخدم عليه ديريكت الهاش بي دو من غير البشه هذه.
دونك تكمل هذايا ومن بعد تعمل الكلوزون هذي تكمل ولا نكمل من هنا ديريكت باش نستوي الحيط ومن بعد نعمل الكلوزون تاع الباب هذاك باش يكمل حتى الباب غاديك باه من غير ما نعطلك كما روحك يمرسي يعطيك الصحه عايشه. بالعتيق باش تبدا ليكيب دربيغوم في الفساد متاع الدار. العتيق يتميز بقوه كبيره في حمايه الحيط من الماء وما يخليش يتعدى. يتخدم في دو كوش، لولا نشرجو بها كيما الليقه والثانيه فينيسيون. في السلمون تاع لي با ايه بشنو البرودوي هذا؟ هذا البرودوي ماستر بريس ADH 2200 ايه اللي هو ريزين ايبوكسيديك تيكسوتروب. صعيبه ياسر الكلمه اش معناتها؟ سهل برشا معناتها باد إلي كونسيستون ماهوش ليكيد موش ليكيد ايه ايه فيه دو كومبوزون A بلس B اللي يتخلط دو تيغ ان تيغ باش يعطينا الباد هذيك اللي ترا فيها. D'accord. Donc, qui fait l'application? L'application tire une fois que le trou est l'armature, les amis ont fait le tube de capsule, le poussière est fait le fiwosto, le pâte est fait le contact est fait avec le béton, pas avec le poussière. Ok. Et le trou est fait un minimum de 4 mm de le diamètre de l'armature. C'est le remplissage du produit, justement. بالضبط. D'accord. Nous avons fait seulement avec les jours. Là. هذه خاطر البات اللي ستركتوريل معناتها باش نعملوا اكستنسيون تاع بركون ولا دال ولا بورتافو ساعات فوالا. دونك واحد ماش حاجته باش يعمل دي بار اون اتون تخرجهم؟ لا ماش تخليك لي بار هذوكم خارجين تقول انت بالك شي باش نزيد نهار اخر تسكرهم على روحك ولو جوغ وتبدا حاجتك تستعمل ماستر بريس ADH 2200. تري بيان. داكوغ. هنايا عملنا الديربيكوت باش نحضروا السوبور للسبي 4 باه شنو مازال تاع اخر عندك البيت اللي فيها رومونتي كابيلير في الحيط اي اوكي خليت نبيل ديجا تاع يعمل في الماستر سيل 501 يلا ايكيب دربيغوم بدات في تقرقيش الحيط باش نابليكيو عليه الماستر سيل 501 اللي تمثلو دربيغوم في تونس. الماستر سيل 501 يحمي الحيط وما عادش يخليه يندي بالكل، يكفي انه نقرقشوا الحيط ونعملوه في دو كوش كروازي. اهلا نبيل. الله يعينك نبيل. الله يعينك. هذا. هاكا توا قاعد يعمل في لي دو كوش كروازي نتاع الماستر سيل 501 اللي قلت لك عليه. دوك عمل بريباراسيون دو سيرفاس قشر الحيط هكا ولا؟ اي قشر الحيط بعديكا بشو بالماء ومن بعديكا بعد ما خلط الماستر سيل 501 بالماء ولا الليكيد هذايا il applique en deux couches croisées. Chaque les micro fissures les matsacrouche fait le vertical, ils s'accrouche fait l'horizontal. D'accord. Donc il est complètement imperméable. Il est complètement imperméable. D'abord c'est un produit BASF à base de ciment fibré. بعد ما نخلطو كيف ما قلت لك اكثر ديجا في لونو الى جي اون بروفوندور داكور دونك هذه اون تريت بي اون جينيرال لي رومونتي كابيلير لي رومونتي كابيلير على الاكستيريور و على الانتيريور تري بيان وليد بداو يخدموا في العتيق اي بداو يخدموا في العتيق دخلنا نعمل عليهم طلا نبيله بعين هاي باي 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 باي. بعد ما شاح العتيق ايكيب دربيغوم استعملوا العزيل اللي يعمل باغيير باش يمنع الماء باش يوصل للحيط وفي نفس الوقت يخليه يتنفس. نظفوا إكيب دربيغوم السطح وباش نضمنوا أنه الدار ما عادش يهبط لها الماء باش نابليكيو لسبيكات. بدات ليكيب بالابليكاسيون بتاع دربيكوت اللي هو بريمير داكروشاج يضمن لنا اللي المومبران تلصق مليح.
ايكيب استرال وصلت لشانتي الزهروني بالبرودوي استرال اللي طلبهم الارشيتكت بلال. باش نتحصلوا على حيط ارطب ونظيف لازمنا نعملوا الماستيك. على هذيك استرال جبتنا توفي كاشيو روج ماستيك نستعملوه لداخل يشارج مليح، خدمته سهله وايكونوميك، خدمنا بيها حيوت الدار في الصاله والبيوت. ترجع ايكيب رضوان استرال بالتوفي كاشيو بلو ماستيك تخدم على توفي كاشيو روج، يشارج مليح اقوي ما يخبش الحيط ويغطي مليح، خدمنا به في الصالة وفي البيوت. باش نربحوا الوقت استعملنا توفي اكستيريور، هو اندوي دو روبوشاج يغطي مليح وسهل في الاستعمال، خدمنا حيوت الدار اللي لازمهم يشيحوا في ساعة ونحبوا نشارجوهم مليح. كبدرو هشام لي بلاك دو بلاتخ اي دو روفوج اللي كيما نراو لونهم اخضر ويركبوا في البلاس لوميد. باش نجمو نربحوا الوقت لازمنا نخدمو الكلنا ورا بعضنا. بدا هشام كنوف في تركيب ستركتور في الصاله، ستركتور هذه غالفانيزي ما تصددش وتتفيس في الحيوط في القاع وفي السقف زاده. الحيط الجديد متاع السلدو كمل وتوا نجمو نتعداو الفو بلافون متاع الكلوار والصالة. هشام يكمل في بيت النوم يركب الحيط ويبدأ في الفينيسيون بالبوند أديزيف اللي نحطوه ما بين الجوان وبالجوان فيلر يبدأ في الفينيسيون. كرتاغو سيراميك وصلوا لشانتي الزهروني بالكوموند اللي طلبهم بلال باش نركبوا الريفيتمون تاع الدار باحسن انواع السيراميك من عند كرتاغو سيراميك الشركه الرائده في مجال السيراميك. باش نركبوا الفايونس لازمنا كاغوميور برودوي ديربيغو نخدموا به ديريكت على الليقه، نلقاوه في امبالاج ب 25 كيلو. بالكارو ميور متاع دربيغوم ركب معز كارتاغو سيراميك في الكوجينة روفيتمون ميورال جرانيت 20x50. للقاع حضروا إكيب دربيغوم سيمون كول اللي نستعملوا لتسيق الجري في القاع على خاطر ما يشققش، سهل في الاستعمال، نخلطوه بالماء نتحصلوا على بات تشيح فيسع وتلصق على أي نوع متاع قاع جديدة وإلا قديمة. بلال الارشيتكت اختار من عند كارتاغو سيراميك تاج ماغون بوا افي بيج، ارتيكل جديد خرج في 2019. بلال هاو الاوليد ديجا بداو يركبوا الكغي نتاع الكوجينه، دونك هذايا ارتيكل جديد اللي هو تاج ماغون، سي دو غري دون لا ماس، نوفو دي نتاع كارتاغو سيراميك 2019. اون بليس جديد جديد حضر ما عندوش برشا ايامات. انا حبيت نختار حاجه جديده ونكون مولانين ديجا. افكتيفمون هي حتى الفورما جديده، في احنا اول مره نخدموها على فورما هذه 30-60. دونك هذه افي بوا في دي نيونس دو بوا انتر لو مارون اي لو بيج. يعطي ليفي باركي كيما هو هكا راكب اون كانكون، سيرتو اللي هو ريكتيفي مخصوص بلازير، دونك نجم تركبو بجوان تنجم تركبو مغير كيف كيف ينجم يركب في الحيوط ويركب زادا حتى في لي زيكستيريور خاطرو انتي ديرابون، دونك ان بون شوا. يمشي لي ديجا مع الكوجينة اللي اخترتها، متصور معناتها تخرج عليه حاجة باهية. اي سي بوغ سا انا اخترت الموديل هذا باش نكمل به ديجا الكوجينة والصالة عندي والبارتي من اللور اللي يعمل كونتينيتي غادي. سيرتو اللي البوا يعطي شالور معناها بلي شالور حاجة مزيانة ديجا. وعندي البارتي لهنا باش تكون تاع الفايونس اللي هو الجرانيت هذايا جرانيت 20-50 اللي هو ريفيتمون مورال سي دو جرانيت غري. اون فيت انت ركبت هوني اسكو جي رماركي تو اسيرني لسباس بالديكور نتاعو اللي هو ديكارون دو باتشوار اللي فيهم دي ريليف وباش تكمل بالاوني اللي هو جرانيت غري كلير. فوالا
دونك ورا الفريجيدير ورا الفريجيدير باش يجي ديجا. سينون بدلت في لي شومبر فيان 50-50 اللي كغير اللي هو في سيمون جديد. في سيمون تحب نعملو طالة نشوفو؟ فازي اوكي. وباش تخرج الكوجينة والصالة متناسقة كملنا عملنا روفيتمون تاع الصالة بنفس الارتيكل وبالطبيعة ديمونسيون 30x60. الجريكس روفيتمون اكستيريور بلاستيفي يغطي العيوب الموجودة في الحيط، يعطينا إفي ديكوراتيف موجود في الأبيض وفي أكثر من 5000 لون على ماشينة تنتي. رضوان أنا لعينك. الله يسلمك. صحيح بديت في الجريكس؟ بيان سور تو مش نبدا. الجريكس ولا ساعة؟ بالطبيعة يا أخي، نجمو نخدمو الجريكس من غير كوش أمبرسيون. لحظة خلينا نشوف. سي بون تفيكس سي سوبر مون ترونسبارون هو ما يضر. قول. لاباس؟ صباح خويا. مريقلة. لاباس صباح شكرا. شوفوا حبيت نشوف رضوان خدم لي بريموريكس ولا لا. سي بون طلع خدم لي بريموريكس من الرواد. فهمتك. اوكي خويا هاو الجريكس وصلك في البلون كما حبيت انت. دونك الحاجه سبيسيال في الجريكس نتاعنا اللي موجود اون بلون الوحيد في تونس موجود بلون. دونك وزاد يخدم باز ماشينات انت موجود في الالوان كلها. نخدم مع روحي تو. تفضل 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 خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك. سامحني سي رضوان اخلق. دونك كما قلت لك يخدم باج ماشينه تنتي موجود في الالوان الكل تاع استرال. الحاجه اللي فيه سبيسيال اخر برودوي بلاستيفي يغطينا الميكروفيسور كما اللي موجوده لهنا. حتى كي تصير ديلاتاسيون تاع لي فيسور يتحل معاها هو او ميم طون ما يخليش الماء تدخل داخل. حتى كي تصب المطر ما يتعداش الماء يعني فهمتني. دونك والمترو ياكل لك في 3 كيلو 3 كيلو ونص 3 كيلو 3 كيلو ونص. يعطيك الصحه. ديجا تشوف في البيرت ما فماش برشا بيرت معناها ما يتيحش كله اللي موجود في ستالس حط في الحيط من بعد. مالا محمد انت جيت تحاجتي بك في حكايه داخل تعمل زي توريها لي. اوكي يا خويا الله يبارك يعني شي واي ربي عينك يا سي رضوان. ربي عينك رضوان. سامحنا على الخلق خويا. بالاكواسترال مات لونه روز والاكواسترال مات لونه ابيض اختار بليل انه يدهن بيت نوم مريم. بنفس البرودوي اكواسترال مات لونه ابيض وجري خدمه بيت مهيب. ترجع اكيب دربيغون بالكاروجوان المرقوبيه الجري والفايونس موجود في برشا الوان ما يخليش الماء يتعدى وما يتاثرش بالمشي والجاي. الكاروجوان تنتي دون لاماس في برشا الوان ما يبلحوش بالوقت يحمي الروفيتمون بتاعنا من دخول الماء وبالطبيعه الكاروجوان دربيغوم ما يكحلش بالوقت. بوبليستار المتفوقه في ابتكار التصاميم 3D تجينا من صفاقس الشانتي الزهروني ومعها بابي بان والكواترويت اللي باش يزينوا الدار حسب مطلب بليل الارشيتكت. بدأ صابر ومصطفى بيبليستار بالكول إيكولوجيك اللي مكننا باش نلصقوا البابي بان بنظافة من غير ما نخليه تراس على الحيط. في بيت نوم سي صالح ومدام نعيمة حطوا بابي بان أرشيتكتور 3D. عم حسن الفاستيال جاي باش يركب لكاش متاع الضو في الدار الكل وبالطبيعة كما عودنا الألوان تكون متناسقة مع ألوان الحيوت. وفي الصالة ركبوا إليفون 3D وفي الحيط الآخر متاع الصالة تابلو أبستخي. مصطفى أحسن بلاد صباح الحمد لله ياس الحمد لله.
نحضر في بلاصه تاع البريز العام حسن هذيك بيا فهمت سينو كملنا هذه صالون كملناها يا مصطفى برجوليه فما حكايه ياسر محلاها كيف عملتوا هكا في الخارج من الحيط في الخارج من الحيط بالرسمه مع تصويره صغيره ما في باليش بتطلع كي هكا 100% تروا دي سي غراس التصوير اللي بعثنا بون شوا كيف نتاعنا زادوا لي فيسور هذوما لي كونتراست دو كولور زادوا ظهروا لاسبي 3 دي خاطر مش كيما تشوف في التصوير الصغيره مش كيما في التمبريمير اي حاجه نورمال مش كيما في فيزيوال ما مغزر التكستور بعدين هذا كيف هذاك معناها في الرسم ياسر مزيانه لي كولور سي باز تكنولوجي لاتكس فهمت تكنولوجي لاتكس معناها زاد تعاونتنا معناها باش تعطينا لي كونتراست هذوما لي كولور كليرينيت معناها ظاهرين واضحين لي شوبوشمون معناها لهنا بعد غارانتي الحكايه هذه ولا؟ بيان سور لي غارانتي 5 ans معناها اون بوز اكستيريور معناها حتى كي تضرب عليها الشمس باللي جو في معناها ما تبلعش على طول ديجا عم حسن نخلط السلام عليكم شنو عملك عم حسن؟ الله يعينك لاباس؟ لاباس نخليكم مع بعضكم هلا؟ يعيشك هلا عم حسن سيدي ربي يعينكم يعيشك يعيشك صباح عم حسن وينك صباح وينك شنو احوالك؟ عجبني الفيل حاجه هايله الحيط طيحتوه ولا طلعتوه لا حاجه مكسره ليش سمعت برشا على الفستيال هاني في الاخر قابلتك معناتها باش تحكي لي عليهم شوي مرحبا بيك بيه. نعمل في الشرقيه يصنع لابارياج الكتريك تقريبا 40 50 سنه او اكثر انا اختصاصنا لابارياج الكتريك دونك في الالفا استيال عندنا لابارياج في الابيض كولور بلون اللي هو ستاندر وعندنا السيلفر اللي هو هذا فهمتني وعندنا سيري نوار اللي هي هذه النوار بالنسبه للي بلاك بلاك معناها فينيسيون ولا شنو تسميه منتي احنا نسميهم دي بلاك كولور ولا اللي تحب انت بلاك كولور عندنا في تكنو بوليمير تقريبا 9 الوان باه وعندنا في الجام بريستيج عندنا 4 الوان في البلار اللي هما الازرق والابيض والبرونز والنوار وعندنا البوا عندنا البوا هذا بوا ماسيف مزيان هذاك اي وفما هذا اللون هذا زاد دونك هذا بلار فما هذا سامحني اي في بوا هذا في بازف باه شنو نصور هذا انا اللي اخترته الفيلة هذا يمشي مع الفيلة اي حاجه مزيانه نصور تمشي معه ما لا فيلة هذا عملت به لا هاي مزيانه على الاخر حاسيلو عم احسن خليك سامحني كان هذا كان هذا بركه لا هذا والشامباني والجري عم احسن شامباني باه اوكي والجري هذا مش هذا 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 باهي الله يبارك اوكي خويا يعطيك الصحه خليك كمان تخدم على روحكم بارك الله فيك سيدي مرحبا عايش خويا في دار الزهروني المرة هذه ركب عم حسن في الصالة بلاك إليغانس أون تيكنو بوليمير كولور نوار ميتاليزي في بيتنو مصالح ونعيمة بلاك إليغانس أون تيكنو بوليمير لونها سيلفر رجعت إكيب أسترال باش يكملوا الخدمة بدهن لاكي لامع ونص لامع يتخلط بالماء ما فيش ريحة ما يصفرش ينضاف وشيح بسهولة من الشركات الكبيرة والمعروفة في تونس وفي المغرب العربي أليكو جونا من مكنين للزهروني ومعهم لزغتيكل اللي طلبناهم الكل أليكو توفر برشا حلول أهمها تصاميم تخليك تربح برشا إسباس وكمل ركب وسام أليكو شباك على فرانسيز لونو شامباني يضمن تهوئة جيدة للغرف ديك المستكارة تركب كان على نظافة اون بلوس بلال نسي ما عادش كوموند نتاع ما في بالوش تعمل في بالوش ولا اللي احنا على لي مستكا دونك الكماندا تعطلت شويه هذاك علاش اما يعطيكم الصحه جبتوها في الوقت ديجا تركيبه هو سهل مش صعيب معناها شفت ما تاخذش برشا وقت
بالنسبة للبورت فينيتر عندنا سيستم آخر. كي يبدأ بورت فينيتر صغير 90 سنتي عندنا السيستم لاتيرال. كي يبدأ أكثر من 90 سنتي نولي عندنا سيستم سنترال، تجبد بارتي منه وبارتي منه. وهذا السيستم تاع الفينيتر. ديجا التسيو نتاعو اون فيبر دو فير. معناتها ما يسيلوش شاي بالشمس ما يتهلكش. بالضبط. وان بلوس كي تحب البروفيلي نتاعو يبدا عنده كولور نتاع شباك اكحل ولا غري ولا في اي كولور اخر يوني تنجم تلاقي ما تعمل لكاش كيما الشباك بالضبط. تري بيان. وهذا سي افي بوا اكاجو. اكاجو فوالا سيلون شوا نتاع الاركيتكت بلال هو اللي عدل الكوموند في الاكاجو. السيري نتاع شباك سيو 67 بيان سور. لي اكسسوار ديما ما احسن ما فهمهم في السوق تلقاهم كان عند اليكو. شكون تشكى العروسه؟ باهي ما نعرفوش جماعة نوبلاتيكس، خليك كامو يجيو يركبو الكوجينة. في برنامج داري ديكوما نتعاملوا كان مع الماركات المعروفة في تونس وفي العالم. على هذيك كوجينتنا ديما من عند موبلاتيكس كويزين اللي جابت لشانتي زهروني كوجينة مودرن. تصفيق الخدمة عجبتني الخدمة ياسر طيارة فينيسيون ياسر مزيانة عجبتني موبلاتيكس خدمة ياسر حلو عجبتني شفت خرجك ديجا اللي هي انت اللي اخترته ديجا اللي اخترت معناها الفينيسيون تاع الكولور تاع لاكيف الجريج والتوب اللوطا يعطيو منظر مزيان برشا سيرتو برو ترافاي معهم في معناها الفينيسيون هذه معناها لاكي في النوار خرجت مزيانة بالكدا بون ديجا نغسلها مغبى انا عملت هي اي اللي يشوفها يشوفها مغبى ما هي بيان سور هيدروفيوج البلان ترافاي نتاعنا نخدموا بها احنا ريزيست السخانة ويتحمل الماء وبيان سور نزيدو نركبو له الجوان ميرال هذاك على ايتونشيتي باش معناها حتى سيكوريتي اكثر للماء وكل شيء اما ريزيست السخانة وما يتحلش بالماء بالكل فهمتك ولي بواني يسرح لهم يعني حاجة ياسر مزيان لي بواني هما عندنا كيلكو سوا لي بواني اذا تحب عندنا دي بواني في المات يخرج مع الفينيسيون اذا تحب كيد الدينامات والا لي بواني هذوما اللي يخرجوا مع في لاكي انا جدمت انتباهي ديجا معناتها الفينيسيون دونك شنو السكري اللي عملتوه معناتها باش خرجت الحكايه كيما هكا بيان سور عندنا تري بون ايكيب دي تكنيسيان احنا اللي ملي يجي الكليون للمبلاتيكس ناخذو نتبعو فيها والكوجينه وحتى الدينا دي روبو يدهنوا مش وبيان سور ليكيب اللي تركب كيما شفتهم انت قبيليكا معناتها قاعد تتبع فيهم ما يسيبوا الكوزين كاين اون تري بون ايتا ديجا يعطيهم الصحة ولا يعطيهم الصحة على الاخر خرجوا حاجة ياسر فينيسيون ما نجموش يخليو حاجة ناقصة ولا هكا ولا هكا كملوها يكملوها بيان سور ميرسي بوكو بارك الله فيك على الخوش ان شاء الله عايش مرحبا بيك في مرة اكس عايش خير سلام سلام من الساحل وتحديدا من جمال تجينا ايكيب ار ام بي بورت للشانتي ار ام بي بورت من اشهر الشركات المختصه في تصنيع وتركيب البيبان والبرودوي نتاعها يوصل مختلف ولايات الجمهوريه ومعروفة زادة لزارتيكل أمبوا اللي تحرص RMB أن تجمع فيهم الكاليتي والفينيسيون بتصاميم ومواد 100% تونسية. يعطيكم الصحة فينيسيون امبيكابل كيما عاودتونا عايشك انا ولو شوية دي كولور حلوة على الخدمة هذه كيما تعرف لي كولور هذوما طلبهم سي بلال والارشيتكت معناتها قال نحب بيلونج حسب الباركي اللي عاملينهم هذا يسمى شان بلونشي وهذا الكاجو يربطهم دي بوند الومنيوم باش تغطي التري هذاك باش فينيسيون تجي يعطيك الصحة يطلع حاجة مزيانة وكما قلت لك نرجس معناتها حسب العيوت الموجوده ثم ناس تقسم يجور معناتها بلاتيريير ولا ب 8 ولا ب 12 مش ديما تلقى ب 10 هذاك الكوليكيه معناتها ما عندكمش فيه حتى بروبليم نعملوا له سيستيم ابياج يعني كيما هيك يتغلف كيسمى سيبات ريبيتمون ما يتغلف في حته الكوليكيه فهمتني يعني. وبالطبيعه كما تعرف الباب فيه تروب ومال ينوكس سرير ونكستري هذاك في لينوكس عندكم بوكو شوا دي هذه اي بوكو دي شوا هذوما يقعدوا ديما شوا ديك اليوم معناتها كل كليون شو يشتي من عندنا بوكو دي شوا فيه وبالطبيعه في الجوا الباب فيه جوا باش ما يتربقش الباب فهمتني وما يعديش تحس في نفس الوقت الداخل زاد كي تسكر ايزولاسيون فونيك وترميك الزوز هما دايور البيبان نتاعكم بيرسوناليزابل معناتها كيما كل واحد ذوقه معناها ما عندكمش حتى بروبليم اللي تطلب تلقاه في شركه تيران بي بورت معناها كل شيء موجود كيما معناها فيك البلار والباب يعطيك الصحه معناتها هذاك طلبها معناتها طلب باب سالدو معناتها فيه ديزاين سبيسيال عملناه له وباب الكوجين كيف كيف فيه ديزاين سبيسيال عملناه له زي الاركيتيك بلا وتعمو زاد لي زابياج اللي عملت كيما اللي عملت الريبيتمون يسمى هذاك حيت نغلفوه يعطيك الصحه نغلفوه كومبليتمون ما عندكش فيه حتى مشكل كيما تعرف زاد البرودوي نتاعنا راهو 100% تينيزيان معناتها مارشي لوكال نتاعنا معناها معناتها المعمل نتاعنا مصنع محلي
موجود تحت الشوروم اللي هو في جميع نشجعوا احنا صنع المحل بالطبيعه يعني شبه صنع المحل في تونس بالطبيعه أنا. فهمتني اياها ومرحبا بيك نرجس انت وتحبوا نفرحوا الناس كلي كي نعطيهم برودوي مزيان ورخيص في نفس الوقت يعطيكم الصحه عايشك نعمل دور انا وياك فيريفيكاسيون هاي نوريك بورتك سرير ولا بيع عشان ومتاح للكوجينا كان بالإلكتروميناجي مون بلون. ومن أقوى الحاجات اللي تتميز بيهم مون بلون هي مصلحة ما بعد البيع، هكا تشري وانتي مطمئن. شقاولك بليك؟ مرسي كرام، ديجا اللي طلبتو لقيتو، ميم لي كولور معناتها اللي حاجتي بهم لقيتهم، خرجوا ديجا مع الكوجينا. ياسر خرجوا مزيانين كلهم في لينوكس جاو ياسر مزيانين مع النوار مع البلان دو ترافاي نوار دونك عندنا الريفريجيراتور 500 لتر اون لينوكس فما كيفو في في البلان وفما موديل اصغر منه 400 لتر كيف كيف في في الجري وفي في البلان دونك عندنا الاوت شوميني 3 فيتيس اون لينوكس 60 سنتيمتر فيها لوميير ليت وعندنا الكويزينير هذا اول مره نحطوها ديجا في داري ديكو هذه ديجا اللي حبيت عليها ياسر مزيانه جدا Donc la cuisinière est 60 cm, femme qui fait 50 cm, il y a une cuisine à Sarah Rolhaj. Donc 4 feux, allumage électrique, système sécurité thermocouple. Je m'en ai à thermocouple. Par exemple, en cas de courant d'air ou la haja, on a le gaz automatiquement il trace. D'accord Sinon, je fais un spécial acteur. Donc fait un tourne-broche, le bellaire mère a dit que je serai là pour le mrataï. En plus, faire aiguille radiolite à la température. T'as dit qu'adèche température on t'a le four qui est d'ailleurs. Et à propos de lave-linge. Lave-linge, j'ai dit que modèle 5 kg gris. Femme qui fait un noir ou un blanc. 800 tours, 14 programmes. واضح ياسر محلاه merci beaucoup sinon. عايشك. وخلينا كمان نعمل دور. D'accord. Ok, merci. أما بيت مهيب ومريم باش تأسسهم كالان كالين شركة المختصة في أساس تصميم وابتكار غرف الأطفال حسب العمر والجنس والذوق وتواكب لي تندونس اللي تشوفوا فيها في المجلات والمعارض العالمية ولي كوموند الكلهم حسب القياسات اللي طلبهم الأرشيتيك كنت في البيت الاخرى عملت عليها طلة ياسر بالرسمي حاجة خرجت فتق على الاخر كان كانين فريمون خرجت حاجة ياسر مزيان ايوه بالنسبة للبيت هذيك انت بدلت الغوز في التيت دو لي عملته اون غري باش تكسر شوية خاطر عندك في الديكوراسيون ميغال غوز دونك تو فهمتك علاش بدلته اون غري كلير وبالنسبة للموبل عندنا مخدوم التوسكي سيركل وساقين هذوك انت حبيت الفورم هذيك باش تخرجها حاجه تابعه للديكور اللي باش نعملوا غادي فوالا دونك تو سكي سيركل وساقين لي فورم هذوك اون بوا ماسيف والباقي اون ام دي اف عندها لارموار نتاعها عندها البيرو وانت قلت لي حبيت تعمل مرايه مرايه معها مع البيرو باش تقعد فوالا منها كونسول ومنها بيرو دونك عملي لك الميغوار كيما حبيت انت والبيرو عندك فاش تابل دو نوي كبيره شويه باش خاطر عندك سباسيوز شويه البيت والرونجمون نتاعها في باليش كانين تخدم حاجه هكا ولا براسي نخدم اي نخدم برشا حاجات اللوميير معناتها اللي باش يتحط فيه لوميير ديجا محطوطه ليد ايكونوميك معناها بالنسبه للضوء ما تحرقش فيسه ما تعملش حس ولوميير بلونش باش تخرج لك على خاطر غامق في
في الميور ديجا في الحيط والتي دو لي فرونسي دونك باش يخرج الضوء وحلو ياسر تشوفها حاجه بيضاء فوالا هاي لوميير بلونش هاي يعطيكم الصحه يعيشك كان كريم ياسر تخدم في حاجه حلوه يعيشك يعيشك نمشي نكمل نعمل دوره في الدار نشوف شنو عنده شنو اوكي بون كوراج مي من المنيه لا وبجديد متاعهم جاتنا مليكة عبيد ماد للشانتي بالسانيتير ايدي فيت وسباب النوبيلي. عبيد ماد من أول الشركات المعروفة في تونس بتركيب المسابح، وتمثل عبيد ماد أكثر من شركة عالمية في السوق التونسية ومنهم ايدي فيت ونوبيلي. مليك حلوة سيري جبتوها اليوم شسمها؟ اي هذيك لا سيري رينا في لي ديفيت ديجا كلاسي بارمي لوت غا دونك لافابو مونوبلوك مش ماخذ برشا سباس هو ما فريمون جي قد في السيري الفورم نتاعو ديجا كونيك كيفو بالضبط لا كوفيت سسبوندو افيك اباتون سوفت كلوز من نفس السيري بلونشور نتاعهم تري اكلاتونت مليك افكتيفمون هذيك علاش فيهم 25 عام غارونتي 25 عام وشنو فيها لو غارونتي على لي ماياج ما تصفارش وما تقشرش على طويل ايوا بيان والروبينيتري الروبينيتري بوسكو ديزان اليوم عندنا في الغون بلال اختار سيري نيورود للسال دو با مع اون كولون دو دوش وكيفو بالضبط متيجر بوريفي والليفي نتاع الكوجينه 1.16 متر تختاروا انكاستري هذوما كل فاصون موجودين في الشوروم نتاعكم في منيل هكا اي بيان سور في المنيل هوني في تونس والا في بودرير واحد في صفاقس وموجودين في السيت ويب عبيدميد.com تدخل ما تلقى تو لي موديل تلقى كل شيء تري بيان نقصين جوست البلاك نتاع الشاس والميروار البلاك والميروار هذوكم هاو جبتهم في الكهرباء تحطهم عندك جوست على يركبوهم عند دفا بعد الفينيسيون باهي تري بيان اوكي ستيال عندها اكثر من 50 سنه خبره وعملت مجموعه الفا من احسن واجمل ما فهمها في السوق وديما سباقه بالتصاميم الجديده ونلقاو عندهم كل ما هو جديد من الهاش دي ام اي والبريز يو اس بي مبلاتكس وصلوا للشانتي بالكوموند اللي طلبها بلال تقريبا الدار حاضرة وبش نبدأ نجهزوها بالأثاث اللي كانت تحلم به العائلة وبالطبيعة الموسم الخامس من دار الديكو نتعامل مع أعرق وأكبر شركات الأثاث في تونس مبلاتكس ديما في مبلاتكس تاخو كيما تحب وتكمبوزي على كيفك حسب الفينيسيون اللي تلوج عليها وهذا الكل موجود في ليغام متاع مبلاتكس Mais je crois que si ta pépin est fait 3D. Hello, Mizan, Kharaj. En fait, Bilal Khdemi, ça a la verticalité. Vu que la chambre à coucher est très linéaire, Zoli, ça a mis en valeur à tes deux lits, je crois. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça explique à l'échou à la chambre à coucher Fortuna. Fortuna, j'ai la fortune, aidez. Et à Tik Sahai, Khatri, chambre très économique à Nafi Mobletex. Déjà, demande à l'échou à Barcha. Non seulement le prix, Zid Khatri est très grand. D'ailleurs, j'ai très très grand fait vite. Voilà. Puis à d'autres finitions. Voilà. Et que je ne peux pas dire qu'il y a un noyé à l'beige. اختار لهنا الفانغي على البلان دايوغ تلقى في لي دو تاب دو نوي ان رابيل على البلان في الكومود وفي الارموار راك تشوف فما البلان والميغوار اللي على الاكستيريور لهنا دونك هذا سي ان بلوس على خاطر سي براتيك مع تمرين واحد يقعد يحل فوالا كان لاحظت واختار اون شامبر كامله كامله اما ديما لاستيوس تاع انك تعمل كومبينيزون موجوده خاطر في سالا مونجي خذا لا تابل سالا مونجي نارينشي معها كاتشيز ارتي ودو اون تيت دو تابل خذاهم بالكودوار اللي هما سالا مونجي وحده اخرى اللي هي نويا فيها يظهر لي الميم تيسو كو الفوتوي هكا ولي الفوتوي جالو خذاه والكوسانات اللي حطهم فوق السالون سكوندي اختار سالون دو ستيل سكاندناف معها التابل باس نتاعو اللي هي نيفيلو دايوغ نفس في البيتمون تلقى نفس الميم ستيل فوالا لو رابيل حتى في الفينيسيون اللي هي شي فوالا تما كملت معناتها نورمال اي نورمالمون سي بون جوست حاجه بركة المري هذيك بيل حبه شويه ديكال على اليمين ها سو بروبليم بوينتيها انت وين نجي باهي تري بيان خلينا نبوينتيها نجيبها من بليد خليها ليكوها برقاوي ريدو عندهم أفخر أنواع ريدوات وشوى على كيفك وقام كبيرة وأهم حاجة السرعة في التحضير وفي التركيب في الصالة ركبوا دي بانو نوبل غريج غيي كرو
برجاوي ريدو عندهم انواع ريدوات الكل من احسن لكاليتي واضخم الالوان، واكثر من هكا تضمن لك السرعه في التحضير والتركيب زاده. عليها تصوري ما عجبني انا الموديل، يعطيك الصحه على اللي اخترته. فهمتك. جوست في بالي باش نسالك انا على التكستور نتاع القماش. هو القماش هذايا طوال جويده وامبريمي، والقماش هذايا راه عندنا منه شوا كبير برشا اللي نتاع الطوال الجويد والخشين، زوج موجودين. اون بلوس جبنا جام جديده نتاع بروكار، هي نفس القماش هذايا وهو برودي، يمكن تعرف البروكار معروفه وقديم. فهمتك. ورجعنا تو بكوليكسيون جديده. والفوال سامحني اللي عاملينه تحته هو سابلي. واضح. والفينيسيون خدمناها بالغوفلات الفوق، كان ريت الداخلاني غوفلات والبراني غوفلات. اون بلوس الموديل نتاعنا تخان، هذا خاطر فما برشا ناس يحبوه التخان اللي هو يتكركر في القاع، ريتو. اي واللي ما يحبش راهو نقصروه، معناها مش مشكله. حتى كان واحد ندم، لا فما شوى، معناها ينجم حتى كان ندم ولا حاجه يتقص، ما في حتى مشكله. سينو عجبتني ياسر الفينيسيون الموجوده لهنا في الخياطه اللي هي انفيزيبل. تو كانت قبل هذيك الخياطه باش واحد تخرج انفيزيبل لازم تخيط باليد وتاخذ برشا وقت. واحد تو جبنا ماكينات جدد اللي نخدموا بيهم فريمون تو ما طرحت شيء اللي انفيزيبل، والخيط اللي نخدم به انفيزيبل. اون بلوس لي زومبراس ولي سوبور ديما اسورتي مع القماش، ديما تعرف الشوا اللي عندنا كبير برشا نتاع دي زومبراس نتاع دي سوبور كل موجودين. ديجا كنت شفت عندكم برشا شوا، ريت الشوا اللي موجود. سينو نحب نحكيو على اي نمشيو نكملو نشوفو الاخرين توا، غنشوفو فماش موديفيكاسيون ولا حاجه نعملوها. اوكي. توب لوميير جاو باش يحطوا الدار اون فالور ويزينوها بالثريات وبالطبيعه، كل بيت حسب التيم نتاعها. ما تنجم تكون نومه العائله مرتاحه وصحيه كان مع كونفورتكس. كونفورتكس شركة عندها خبرة أكثر من 50 سنة، خلتها تتميز بحرفية كبيرة وجودة في التصنيع والتوزيع. بيه ما مشاتش هذه. يوم جينا للمعمل تاع كونفورتكس ونشوفوا الجرير كيفاش قاعدين يتصنعوا سوغ بلاس، ومنها نعديو الكوموند نتاع دانا. رستم. اهلا. شحوين. نرجوس سافا. نرجوسنا. هاو كان جيت لكم حتى رسمي قسم. مرحبا بكم. عايشك. سي نورمال عاد معرض واحد وجات موتي انت بحذايا. اما نحس في وجهك. والله تعب، خرجنا صباح بكري. حتى انا تعبت شويه، ما باش نخلي لك الجيلي هذيا. اش تعمل الجيلي؟ البسها وبعدين تو نحكيو. فهمتني، خاطر نحسك تعبة. هاي لله هكا الغرادة دار بلال الجمعة هذه، وكما تعرف لي تام تاع الفاميليا ويلزمنا نعملوا لهم مطلع حاجة سمحة. هبط على خاطر هما. خي بيان يعطيك الصحة. فهمتني. وريني فصلي كيفاش كومونس سباس. تتفرج كيفاش قاعدة المطلع، كيفاش يصير لها الكولاج لهنا كلها أوتوماتيك كيما تتفرج. تو بروفيسيونيل، حاجة مريقلة كيما تتفرج يصير لها لهنا. ناموس الدونسيتي هذيا. سي نورمال، وأنت كيما تعرف كيما تشوف زملائي تو قاعدين تخرج لهنا ليتاب قاعدين يعملوا في الكركاس. دونك سامحني هذه الباز. هذيك الباز تخدمت. يحطوا عليها لي روسور. فوالا إيفيكتيفمون خلينا عليها الروسورات كيما تتفرج نعملوا لهنا. الموسم تاعها توا زملائي باش يعاودوا خليوها هكي هكي. هذه الماتلا اللي باش تمشي لبلال. تخي بيان. هاك تتفرج عليها، خد منها لو رويال كيما قلت لي انت اون ديريكت قاعدين تفرج كيما تتفرج انت توا في الميكانيك غاديكا. هذوكم لي ناب، هذاك الوات، هذاك الكوتون اللي تتفرج عليه توسي اونتي اكاريان اونتي باكتيريان. فهمتني؟ هذيك اللي باش تخدم. فهمتني؟ دونك هي سوتيم سي لا ميزون مير هكا ولا؟ سوتيم سي لا ميزون مير اللي هي توا انت توا موجوده، احنا فيليير من فيليرات سوتيم اللي هي كونفورتكس، هذا اللي زينا كامله اللي تفرج عليها كامله. هذه المتلا روسور. دونك هما يعملوا الموس.
توا احنا باش نهزك نفرح بيك ونفرح بالليكيب كامله باش نمشيو للموس خاطر كوسو تيم في حد ذاتها عملت الكادو للدار الجديده هذه اللي هو كنابي لي فوالا احنا باش نمشيو توا للسو تيم باش تتفرج باش نخدموا الموس نتاعنا. امبرسيونون لو ستوك. اه وي هذا جوست المارشي لوكال معناها هذا المارشي لوكال لكن تتفرج نحضروا فيه احنا للسيزون ديما كيما تعرف كومفورتكس اللي ما تلا الكل اللي كامل الأورتوبيديك للرويال للبرستيج برستيج بيلوتا بالكل وقت تتفرج في ستوك نتاعنا كيفاش انور بخلاف الاكسبور اش ما نلقاوش احنا اون ريبتور فهمتني ولا واحنا كيما تعرف سوتيم اللي احنا ماشيين لها تو اللي هي الام نتاع كومفورتكس هي زعما ديما موجوده بيسور اللي يطلب يلقى بيسور فهمتني ولا هذه راكم نبداوكم يا الاولاد فوالا هاك قد سيجور تشوف فيها سيجور دو 28-30 شنو 28-30 لا دونسيتي دو موس معنا ندخلوا شويه في التكنيك كالعاده معناتها 28 حتى 30 كيلو بار متر كيوب بار متر كيوب فوالا هذيك لا دونسيتي قد ما تكون الدونسيتي قويه قد ما يكون الديوري دي نتاع الموس اكثر فهمتني كيما تتفرج هاك سي دو 28-30 هذه سيجور راهم الاولاد زملائنا قاعدين يخدموا فيها كيما ساعه وريتك الكنابي اللي باش تمشي لبلال الدار الجايه ان شاء الله باش نخدموا لها الكنابي مش كنابي ان سيجور ان سيجور اللي باش ناخذوا له القياس سنويات نروح لصفاقس نحضروها بعد نجمو نعمل لي فورم نحبوا عليهم سي نورمال الحاجه اللي حاجتنا بها الميزور اللي حاجتنا به فهمتني لي دونسيتي الكل وكيما نقولوها السلوغون الصحيح نتاع سوتين الموس اللي دوب سنين وباش تعرفوا اللي هو فوالا 28-30 هاوكي مطبوع مطبوع موس اصلي تحس بالراحه انا هذه مش راجعه حلوه يعني لا توريت هذيك شنو هي؟ نحيه فاتيك هذيك سارتان طون فوالا اللي حكينا فيها اللي تيسو اونتي فاتيك اونتي ستريس لقيتك انا تعبه خاطر برشا عباد يقولوا زعما القماش هكا لا 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 هذيك خليها فوالا خليها ونكملوا نعملوا دوره من غاديكا ونمشيو باهي نكملوا نعملوا دوره ونمشيو نهزوا الاولاد كرونوفاب نعرفوا اللي الدار حاضرة وما عاد ناقصها شيء. كرونوفاب شركة مختصة في التنظيف بالبخار وتتنقل وين أنت موجود في كامل تراب الجمهورية. بمعدات من أحدث ما فما تنظف إكيب كرونوفاب الدار الكل من الغبرة متاع الشانتي وبقايا عالسيمان والدهن وتخلي كل شيء يلمع. وهكا ما بقى شيء غير أنه تجي العائلة وتكتشف الدار بعد ما فريق داري ديكو عمل لها تجديد كامل وحط فيها الحاجات اللي تمنيوهم الكل